في الحكم العطائية: إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى، يضل معك طول الدنيا وطول الآخرة كمان. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. هلأ المال ممكن أن تعطي إنسانا عزا، بس يفنى المال، يا بيخلص بالدنيا يا أما بيموت الإنسان ويترك هذا المال. الجاه ممكن يعطي الإنسان عزا، بس يفنى، يا بيقوم من المنصب يا هو بيموت ويترك هذا المنصب. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ذكروا عن هارون الرشيد، هارون الرشيد كان يخاطب الغيمة بالسماء: إلا أمطري أو لا تمطري، أينما أمطرت فسيأتيني خراجك. الله أكبر، قديش معناته ملك واسع. قال لما نزل به الموت صار بالاحتضار، طلب أن يجلسوه على الأرض وجعل يضع ترابا على رأسه ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه، الله ما بيزول ملكه، بس أنت لو صرت ما صرت بده يزول هذا الملك. تعز من تشاء وتذل من تشاء. الآية تقول: قل يا أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء: يا من لك الملك كله، أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب الملك ممن تشاء، وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء، بيدك الخير وحدك إنك على كل شيء قدير.